طيب غير بغيت نسولك سي الطوسي، يعني واش كاين واحد الفرق بين رئاسة ديال حسبان ورئاسة ديال بودريقة؟ كبير 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 بزاف. شوف تي في بوهيما شخصية أول شيء في الوضوح تعطي القيمة للمدرب. أنا شخصيتي كذلك اللي تمشت مع التشكيل، لأنه أنا من الطبع ديالي وتمشت له في أي فريق كنمشي كنحترم، ولكن ما كنبغيش شي واحد يدخل ليا في الشؤون ديالي. وأظن بأنه السي حسبان جاب أسلوب ديال المقاطعة، بغى يحكم في كل شيء. اسمح واخا يكون رئيس ما يدخلش ليا في الأمور التقنية، أكيد الاختيارات ديالي باللاعبين، ولا كنحيد اللاعبين ما يدخلش ليا.